حسن حضرتك حتة طبعا حضرتك لك خبرات كتير جدا فيها، احتراف رمضان صبحي وإيفونا في التوقيت ده. التملي الحسبة دي بتبقى محيرة، لكن هي لأنها في حسبة مادية وحسبة فنية. أنا قلت كده في البداية. لكن أنت لما تيجي وأنت بتحسبها بقى وتعمل المعادلة السحرية إنك أنت ما تخسرش فنيا قوي وتكسب ماديا كتير، تبقى دي معادلة صح. لو النادي الأهلي وهو يترك إيفونا عارف البديل مين، وإيفونا يمكن إيجاد بديل بداله بالمناسبة يعني. يا زيه أحسن. لان ايفونا ما كانش عنده العاطفه، انا بحب الاهلي والكلام ده ويرقص معانا لكن عطائه في النادي الاهلي كان مذبذب جدا، بدليل ان الناس اللي اشتريته ب 8 مليون دولار مش عبيطه يعني، شايفه فيه قدرات، ما شفناش منها حاجه في النادي الاهلي يعني، شفنا حاجات بسيطه. عنده سرعات رهيبه كابتن. ايوه يعني، هل هو ما كانش بيتوظف صح؟ هل ما اعرفش الاراده عنده شكلها ايه مع النادي الاهلي؟ كان بيتحفظ عشان يمشي؟ ما اعرفش. لكن ايفونا يمكن يعني اذا كنت عايز يمكن لاعب، تعويضه. لو كنت عايز لاعب سريع وقوي ومشاغب هتلاقي من الافارقه كتير جدا تمام، وبارقام تكون كويسه قوي. اذا دي صفقه انا معاها 100%. رمضان صبحي، مشكله رمضان صبحي انك انت من بعد الكابتن ابو تريكه والجيل الجميل ده وبركاته، عايز حاجه فيها ريحه ذلك اللاعب الذي يحدث الفارق عندما ينزل الملعب. هو كان بيعمل كده في سن الصغيرة دي، قدر يوصل بسرعة وعلم بسرعة فنيا، مش بس عند الناس وعند الخبراء الفنيين. هل يمكن تعويضه؟ يا رب. مش ضروري بالظبط، بس يعني انت ممكن تعوضه فنيا، يا حد عنده السمات دي يقدر يلعب لك الدور ده، يا تكتيكيا انك تستغنى عن الدور ده من خلال اداء جماعي يبقى مش محتاج الدور ده فيه، صح؟ بس يكون برضه فعال، ما يكونش يعني مجرد ان انت بتعمل تغيير تكتيكي. فلو كان ده في حسابات الناس الموجوده يبقى شابوه.